الرئيس السيسي يواجه بتوفير احتياجات مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة. مدبولي يؤكد وصول تمويل من صندوق النقد الأسبوع المقبل ودفعة ثانية من اتفاق رأس الحكمة في مايو. وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا يدعون لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويعارضون أي هجوم على رفح الفلسطينية. التاسعة مساء السابع بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية مع الزميلة مدى سعيد. أهلا بك مدى. أهلا بك لؤي، وأهلا بكم مشاهدينا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل احتياجات مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي، والذي يعد عصبا أساسيا للاقتصاد المصري وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي. جاء ذلك خلال اجتماعه مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع نسبة تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، الذي يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج. كما اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على مستجدات العمل في مختلف المشروعات الفرعية ذات الصلة، وعلى رأسها مشروع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم، ومشروعا المنيا وبني سويف لاستصلاح الأراضي، ومشروع سنابل سونو بأسوان، ومشروع منطقة الدخلة بجنوب مصر، والمنطقة الصناعية واللوجستية بمحور الضبعة بالدلتا الجديدة. وناقش الاجتماع كذلك آليات دعم تلك المشروعات، وعلى رأسها جهود توفير المياه للري وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب. كما تم عرض الجهود المبذولة لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي وتطوير أنظمة الري والميكنة الزراعية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتوفير كافة احتياجات المشروع في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي، والذي يعد عصبا أساسيا للاقتصاد المصري وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدفعة الأولى من تمويل صندوق النقد الدولي ستصل الأسبوع القادم. وخلال مؤتمر صحفي في ختام جولة تفقد خلالها عددا من المشروعات بمدينة العاشر من رمضان، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف أن تدخل الدفعة الثانية من اتفاق مشروع تطوير رأس الحكمة في مايو المقبل. الرؤية اللي موجودة مش فقط ان احنا بنتكلم على حاجة على المدى القصير، ولكن بنتكلم على مدى متوسط اللي هو الست سنين الجاية، ازاي الدولة المصرية تحل مشكلتها وأزمتها وتكون قادرة فعلا على تأمين احتياجاتها الأساسية من العملة الصعبة، بحيث ما تتعرضش مرة أخرى للأزمة اللي احنا كنا موجودين فيها الفترة السابقة. احنا حاجة مهمة جدا في قطاع الصناعة أيضا في كل المجالات. إحنا كنا موجودين من يعني يومين في مجلس الوزراء وبنشهد توقيع عدد آخر من العقود الكبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كبرى الشركات العالمية اللي جاية تستثمر بمليارات الدولارات في مصر، وهتخلق عشرات الألوف من فرص العمل. ده اللي أنا بأكد عليه مرة أخرى، شغلنا الشاغل الفترة القادمة الصناعة وبقية القطاعات الإنتاجية. يمكن حضراتكم تابعتوا، احنا امبارح الحمد لله مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يعني وافق على البرنامج المصري بصورة نهائية، وتم رفع طبعا البرنامج من 3 إلى 8 مليار دولار. الدفعة الأولى إن شاء الله هتوصل الأسبوع القادم أيضا، وإن شاء الله طبعا إحنا بنستهدف إن الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة هتدخل على بداية شهر مايو. فالدولة والحكومة مع البنك المركزي إحنا مأمنين إن شاء الله كل احتياجات الدولارية عشان القطاعات الإنتاجية تنطلق بقوة.
وبشأن الاحتياط من النقد الأجنبي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة الموارد الدولارية واستغلال كل الإمكانات لتحقيق ذلك مع العمل على ترشيد الإنفاق. ما ينفعش نطلع وإحنا بنشتغل على يعني صفقات كبيرة وشغل كبير واتفاقيات مع مؤسسات عالمية ان احنا بنطلع ونقول احنا بنشغلين، لازم الاول حاجات زي كده تخلص وبعد كده بنطلع نعلنها. عشان كده ده اللي انا بأكد عليه، يعني لما اتكلمنا ساعتها وقلنا ان شاء الله الامور دي هتعدي وهذه الازمة هتعدي، كان في واحنا شغالين على هذا الموضوع، وده اللي انا بأكده النهاردة. الدولة ويمكن فخامة الرئيس قالها في اكتر من مناسبة ان احنا الحمد لله الامور في سبيلها للتحسن وان شاء الله هتتحسن افضل وافضل في خلال الفترة الجاية. انا بتابع مع السيد محافظ البنك المركزي بصورة يومية التدفقات بتاعة العملة، والحمد لله يا رب الأمور رجعت لطبيعتها. ما زال قدامنا فترة عشان نضمن تاني، وزي ما أنا قلت الموضوع مش إن إحنا خلاص اتحلت الأزمة، إحنا قدامنا لغاية نهاية هذا العام عام 24 لازم نشتغل بكل الجهد علشان نضمن يعني إن استكمال كل المسارات الإصلاحية وتعود الأمور إلى سابق طبيعتها في هذا الشأن. عشان كده إحنا عينينا على كل الموارد اللي تقدر إنها تجيب لنا يعني دولار، وإزاي نرشد في نفس الوقت الإنفاق ونقلل من الفجوة الدولارية. الفجوة الدولارية مش بتقل غير لما بنزود إنتاجنا المحلي ونعمقه ونزود صادراتنا. قال رئيس الوزراء إنه يتابع مع الجهات المعنية تنفيذ اتفاق خفض الأسعار مع الغرف التجارية، مطالبا المواطنين بالتفاعل بشأن الأسعار لمساعدة الحكومة وجهات المتابعة للتأكد من خفضها. جلستنا الأخيرة مع اتحاد الغرف ومع كل أصحاب المصانع والسلاسل التجارية موضوع انخفاض الأسعار، شغالين بصورة معقولة. طبعا أنا بتابع لغاية النهاردة الحقيقة الصبح مع رئيس اتحاد الغرف كان في مكالمة عشان أتأكد منه من التنفيذ على الأرض، وبنتابع من خلال الأجهزة المعنية في الدولة رصد لهذا الموضوع. وتاني أنا بأكد ياريت المواطنين برضو يتفاعلوا معانا ويبلغونا أولا بأول من خلال كل قنوات الاتصال بالأسعار وإيه اللي بيحصل في موضوع الأسعار عشان نتابع، لأن احنا كلنا بنستهدف إن شاء الله الأسعار تنزل وتنخفض ويبدأ فعلا المواطن يحس حقيقة نتائج وتبعات الخطوات اللي قامت بها الدولة في خلال الأيام القليلة الماضية. وأكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن وجود كبرى الشركات العالمية واستثماراتها في مصر يمثل رسالة ثقة في الاستقرار السياسي والاقتصادي. الحقيقة أنا بشرف برفقة طبعا معالي وزير الصناعة والتجارة الخارجية والسيد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والحقيقة قمنا بزيارة 5 مصانع النهاردة موجودين في منطقة العاشر من رمضان. والحقيقة يمكن أنا عايز أعبر عن سعادتي الكبيرة جدا بالزيارة اللي تمت النهاردة، لأن الحقيقة في مصنعين من المصانع اللي احنا زرناهم، المصنعين دول لكبرى شركات العالم في إنتاج الأجهزة المنزلية، شركة هاير وشركة بيكو، والاتنين دول منذ أقل من عام ما كانش فيه أي حاجة خالص، هم مجرد استلموا أرض في المدينة. النهاردة بعد أقل من عام بدأوا التشغيل التجريبي، أنشأوا المصنع بالكامل، وبنتكلم على مصانع المساحة بتاعت المصنع لا تقل عن 60 أو 70 ألف متر كمرحلة أولى اللي عملوها في أقل من عام. والنهاردة هذه الشركات العالمية بوجودها في مصر هي رسالة ثقة كبيرة جدا في الوضع السياسي والاقتصادي للدولة دي، اللي يخلي شركات بهذا الحجم الكبير جدا انها تقرر انها تفتح مصانع، مش مصانع انها تخدم مصر، ولكن مصانع اقليمية هدفها انها تغطي جزء من احتياجات السوق المحلي وكمان تصدر للخارج. واضاف مدبولي ان الدولة تعول على القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد، مشيرا الى ان ضمان استمرار الاقتصاد يتطلب الاعتماد على القطاعات الانتاجية. الشيء المهم جدا يمكن حضراتكم بدأنا في مصنع هاير انه بيتم انتاج لأول مرة في مصر وحدات التكييف المركزي، والوحدات دي يمكن من 4 شهور أو 3 شهور لما انا كنت بزور المصنع ولسه هم بينشئوه، طلبت من رئيس الشركة بصورة رسمية ان هذا المكون او هذه الصناعة يبقى موجودة. هم كانوا بيتكلموا على التكييفات المنزلية، فورا النهاردة الحقيقة وراني الخط الانتاج اللي هيبدأ بالفعل أو بدأ بالضبط التجارب التشغيلية، وحيبقى إن شاء الله على شهر 5 بينتج فعلا وحدات التكييف المركزي. الأهم
ان انا طلبت منه انه يبداوا ينشئوا وحدات التكييف العملاقه اللي هي بتخدم على مباني كامله او الوحدات اللي احنا بنسميها التشيلرز، وان شاء الله برضو يعني هيتم تخصيص ارض ليهم وهيتم تنفيذ هذا المصنع خلال هذا العام عشان برضو يخدم مصر ويخدم العالم كله. الشيء المهم جدا في الرسالة في هذا الموضوع وده اللي احنا دايما بنتكلم عليه، مصر مستقبلنا الكبير جدا لضمان استقرار نمو الاقتصاد وعدم التعرض مرة أخرى لأي اضطرابات خارجية من شأنها أنها تؤثر علينا، لابد أن تعتمد على القطاعات الإنتاجية. وعشان كده يمكن احنا محددين 4 قطاعات رئيسية يعتمد عليهم الاقتصاد المصري في خلال المرحلة القادمة: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. كما أشار مدبولي إلى أن الرخصة الذهبية تمكنت الشركات من إنشاء مصانع في أقل من سنة، كما هو الحال في مصنعي بيكو وهاير للأجهزة المنزلية، واللذين تمكنا من إنشاء مصانعهما خلال عام. الدولة النهاردة علشان الإيمان الكامل بقطاع الصناعة بدأنا بموضوع الرخصة الذهبية، وهو ده اللي يمكن بيمكن الحمد لله النهاردة شركات زي هاير وزي بيكو ان هم قدروا ان المصنع يطلع في اقل من سنة ويبقى شغال وبيتحرك وبياخد المرافق وبتطلع له رخصة التشغيل، وبقينا النهاردة قد نتكلم معهم على مصنع واثنين وثلاثة وعشر، لان خلصنا ويسرنا الاجراءات الكاملة في اصدار التراخيص، بنديلهم الارض بصورة مباشرة، بنتحالهم كل هدفنا وبتابع بصورة شهرية موقف الانشاءات وموقف التنفيذ، ولو بيحصل فيه اي اعاقة مثلا او فيه اي مشاكل تخص ادخال المكن والمعدات بنحلها على طول. هو ده سبيلنا الوحيد علشان نقدر يعني نحل ونتقدم بسرعة كبيرة جدا في قطاع الصناعة. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى لتوطين مختلف الصناعات محليا بمشاركة القطاع الخاص الذي تعول عليه في المرحلة الراهنة. وخلال جولة تفقدية في عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلا عن توطين مختلف الصناعات محليا وتعميق الصناعة. واستهل مدبولي جولته بزيارة مجمع هاير الصناعي لتصنيع الأجهزة المنزلية والذي تبلغ استثماراته المباشرة 135 مليون دولار. وأعرب رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عن مضي الحكومة في تقديم الدعم المطلوب للتوسعات الجديدة لأي مصنع أو ضخ استثمارات جديدة في مختلف المشروعات التنموية في الدولة. جاء ذلك خلال جولته بمدينة العاشر من رمضان، حيث زار مصنع يوتن للدهانات والبويات الصناعية، حيث تعتزم الشركة افتتاح مصنعها الجديد في مصر باستثمارات تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار، انطلاقا من التزامها بالاستثمار طويل الأجل في السوق المحلي. وخلال جولته التفقدية بالمدينة الصناعية بالعاشر من رمضان، زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقه مصنع بيكو مصر للأجهزة المنزلية باستثمارات تركية تبلغ أكثر من 100 مليون دولار. وأجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الحكومة لديها الاستعدادات الكافية لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة من خلال الجهات المعنية من أجل تنفيذ مصنع بيكو بصورة كاملة وبدء التشغيل الفعلي له وافتتاحه في أقرب وقت، وهو ما يسهم في توفير الأجهزة المنزلية للسوق المحلية والتصدير للخارج. وأكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن ضخ أي استثمارات أو توسعات جديدة من القطاع الخاص يعتبر إضافة قوية للاقتصاد المصري، باعتبار أن هذه الاستثمارات توفر حجما كبيرا من العمالة وأيضا منتجات عديدة بجودة عالية تغطى بها احتياجات السوق المحلية، وهو ما تدعمه الحكومة بقوة وتشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال تفقده أحدث خطوط إنتاج مصنع شركة فريش إلكتريك لصناعة الأجهزة المنزلية والمتمثل في الغسالات الأوتوماتيك باستثمارات مباشرة جديدة 8 ملايين دولار. كما
كما زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع السويدي للمحولات الكهربائية، تفقد خط إنتاج المحولات الجافة وخط إنتاج محولات الباور وعددا من مكونات المصنع للتعرف على تجهيزاته ومراحل التصنيع به، مؤكدا أهمية هذا المصنع الذي يسهم في تصنيع مدخلات مهمة لمشروعات في مجال الطاقة لا سيما الجديدة والمتجددة. تحت رعاية الرئيس السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بعدد 2148 منفذا وشادرا ومعرضا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لمنظومة أمان بمناسبة شهر رمضان المبارك. انطلاقا من دور وزارة الداخلية الاجتماعي وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تواصل الوزارة فعاليات المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 40% وبجودة عالية، وتستمر فعالياتها حتى نهاية شهر رمضان المبارك. الأسعار هنا أرخص كتير من بره، يعني مثلا بالنسبة للسلع اللي هي تموينية سكر وزيت والحاجات دي كلها، يعني وقت المبادرة بيكون السعر بتاعها كويس جدا جدا عن بره. أنا جبت سكر سعره يعني سعر كيلو رخيص 27 جنيه، بره بتلاقيه السعر غالي جدا، في زيت برضو هنا رخيص، بجد المبادرة يعني عملنا بصراحة تخفيض جامد. ولأول مرة تشهد هذه المرحلة من المبادرة مشاركة واسعة من الموردين والسلاسل التجارية، فقد تضاعف أعداد السلاسل التجارية والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فيها لتصل إلى 2031 منفذا وست معارض رئيسية و44 معرضا فرعيا و67 شادرا بمختلف محافظات الجمهورية، وجاءت مشاركتهم من منطلق وطني وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وفي إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. وجميع هذه المنافذ والشوادر والسلاسل التجارية موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مبادرة جميلة وياريتها تستمر، كل حاجة متوفرة يعني في المبادرة، سكر ورز وزيت وكل حاجة بأرخص الثمن. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. وتشهد منافذ المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء احتياجاتهم من كافة أنواع السلع بخاصة الاستراتيجية وذات الطابع الرمضاني وسط وفرة المعروض من هذه السلع وجودتها العالية، حيث أشاد المواطنون بهذه المبادرة وبالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية من أجل توفير مظلة من الحماية الاجتماعية لهم. والله مبادرة كلنا واحد دي أنا بصراحة حساها بجد، يعني نحن بجد في طفرة وفي توفر في السلع. مبادرة كويسة بتوفر المنتجات والسلع الأساسية لمعظم الناس يعني، وفي منتجات تقريبا مش موجودة برا، أنا لاحظت اللي هي موجودة هنا بأسعار كويسة. كما تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير كافة أنواع السلع من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، إضافة إلى طرح عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة بتخفيضات تصل نسبتها إلى 50%. السعر المتنقلة دي تبع كلنا إيد واحد كلنا واحد، بتوفر سلع غذائية للمواطن بنسبة 50% عن السوق، فنشكر سيادة الرئيس فتح السيسي. والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. مبادرة كلنا واحد مبادرة كويسة طبعا وممتازة، نشكر على سيادة الرئيس على المبادرة اللي عملها لتخفيض الأسعار، وطبعا الكرتونة دي فيها سكر وزيت ورز. منافذ أمان أرخص كتير جدا من بره ومتوفرة في أماكن كتير، كل مكان بنلاقيها. كلنا واحد مبادرة تستمر في دعمها للمواطنين لتخفيف الأعباء عنهم في كافة مراحلها، حيث تحرص وزارة الداخلية من خلالها على دعم ومساندة المواطنين. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب.
اتحمست جدا، مش انا بس، انا وكل المصريين، على ان احنا نخفف ما امكن على اشقائنا في قطاع غزه. احنا من اول يوم وحتى من قبل كده كنا حريصين جدا جدا على ان المنفذ بتاع رفح يبقى فرصه، يبقى سبيل، يبقى مسار لتقديم المساعدات وايضا لاغاثه اللي مطلوب اغاثته. اكد ان احنا مستمرين وهنستمر في الدعم والمسانده للقضيه الفلسطينيه حتى نصل ان شاء الله الى دوله فلسطينيه على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقيه. أفاد مصدر أمني مصري للقاهرة الإخبارية باستئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة غدا، وأشار المصدر إلى أن هناك جهودا مصرية قطرية مشتركة لإحراز تقدم في هذه المفاوضات. واصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار أيام 28 و29 و30 من مارس الجاري في تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية لدعم المواطنين الفلسطينيين. يأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بالقطاع. في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، واصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار أيام 28 و29 و30 من مارس الجاري في تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية لدعم المواطنين الفلسطينيين، حيث استمرت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة. فيما تواصلت الطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيرتها من المملكة الأردنية الهاشمية ودول التحالف الدولي لإسقاط أطنان من المساعدات بالمناطق التي يتعذر الوصول إليها برا داخل القطاع. دعا وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا في بيان مشترك في ختام مباحثات ثلاثية عقدت بالقاهرة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح كافة المحتجزين، وطالب وزراء خارجية الدول الثلاث بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما أدانوا جميع انتهاكات وتجاوزات قوات الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وعرض الوزراء الثلاثة أي هجوم عسكري على رفح الفلسطينية محذرين من أنه سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في قطاع غزة.
قال وزير الخارجية سامح شكري إنه بحث مع وزيري خارجية الأردن وفرنسا مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أشار شكري إلى أنه تم التطرق خلال المباحثات إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة. قطاع غزة لم يعد يحتمل المزيد من الدمار والمعاناة الإنسانية بعد أن بلغ عدد الضحايا أكثر من 32 ألف مدنيا، معظمهم من الأطفال والنساء، وبعد أن تم تدمير البنية التحتية بالكامل بالقطاع. تناولت المباحثات مع الجانبين الفرنسي والأردني أهمية تحقيق وقف فوري دائم لإطلاق النار وتعزيز النفاذ الإنساني لقطاع غزة دون عراقيل، ومستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. وتحدثنا عن أهمية تبني إطار سياسي شامل لعملية السلام بين الجانبين وفقا لحل الدولتين. فما يحدث في غزة الآن هو انعكاس لتجاهل معاناة الفلسطينيين على مر عقود. وأضاف شكري أنه تم بحث خطورة تنفيذ أي عملية عسكرية على رفح الفلسطينية المكتظة بالمدنيين، مؤكدا رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية بأي سبيل. تم التطرق أيضا إلى خطورة إقدام إسرائيل على شن عملية عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية والعواقب الوخيمة التي ستنتج عنها، وتشاركنا مع الجانبين الفرنسي والأردني في التحذير من مغبة الإقدام على تلك العملية على ضوء اكتظاظ المدينة بأكثر من 1.5 مليون نازح بما في ذلك النساء والأطفال. وتؤكد مصر في هذا السياق مجددا رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية بأي سبيل. وطالب وزير الخارجية سامح شكري المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته لتجنب حدوث مجاعة في غزة. الوضع في قطاع غزة أصبح يطرح تساؤلات عديدة حول مفهوم حقوق الإنسان، فلا زال المجتمع الدولي يتعامل بمعايير غير منصفة مع حقوق الشعب الفلسطيني، وينطبق ذلك أيضا فيما يتعلق بأهمية التعامل مع قضية الأنروا وضرورة توفير الموارد اللازمة لتطلع المنظمة بدورها الحيوي لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني. وأخيرا بأثمن كثيرا ما أسفرت عنه هذه المباحثات من وضوح في رؤانا إزاء الأهمية أن يكون هناك تعامل مع القضايا الحالة لأهميتها لأثرها على ليس فقط الشعب الفلسطيني الذي يعاني ووصل إلى درجة خطيرة غير مسبوقة من احتمال أن يعم الجوع ويتأثر أكثر من 2 مليون فلسطيني بمجاعة حقيقية، وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي هذه الفردية ويعمل على تجنبها. طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي المجتمع الدولي بأن يعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن فرض الحصار على القطاع هو قرار سياسي لحكومة متطرفة تستخدم الجوع سلاحا ضد أهالي قطاع غزة. ما الذي يحول دون توفير الطعام والغذاء والدواء للشعب الفلسطيني في غزة؟ هو قرار سياسي لحكومة متطرفة قررت أن تستخدم التجويع سلاحا. نستطيع أن نتعامل مع المجاعة التي واجهها أهل غزة بوقت سريع جدا. المطلوب أن تفتح إسرائيل الحدود المعابر البرية لإدخال المساعدات من مصر من المملكة، وأن تتوقف عن منع دخول المساعدات. عندما تقول منظمات دولية محترمة أن أكثر من 1 مليون فلسطيني الآن يواجهون مجاعة، أن كل سكان غزة يعانون الدرجات الأقصى من الجوع وفقدان الغذاء، إذا نحن في مواجهة كارثة حقيقية. والكارثة ليس فقط وجود هذه الكارثة، ولكن أيضا عجز المجتمع الدولي برمته عن أن يمنع عقائدية متطرفة تمثلها
يمثلها رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولون في وزارته من قتل الأبرياء. ودعا وزير الخارجية الأردنية إلى فرض عقوبات على إسرائيل إذا استمرت في تحدي المجتمع الدولي. نريد أن يكون هنالك حراكا دوليا حقيقيا وفاعلا اليوم وليس غدا لوقف هذه المهزلة. نريد أن يكون هنالك عقوبات على الحكومة الإسرائيلية إذا ما استمرت في تحدي العالم وتحدي القانون الدولي. ونريد أن يكون هنالك خطوات حقيقية فورية توقف العدوان وتدخل الغذاء والطعام والمياه والدواء وكل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني حتى يستطيع أبناؤه أن يستمرون في الحياة. يجب أن يتوقف تزويد السلاح إلى إسرائيل. يجب أن يكون هنالك قرارات قابلة للتنفيذ في مجلس الأمن ملزمة من أجل فرض وقف هذا العدوان وفرض حماية الأبرياء من الموت جوعا. أكد وزير خارجية الفرنسي ستيفان سيغورني أن بلاده تعارض بشدة أي عمل عسكري على مدينة رفح الفلسطينية، مطالبا في الوقت نفسه إسرائيل بضرورة فتح المعابر البرية لإيصال المساعدات إلى داخل قطاع غزة. الوضع الإنساني كما قلت مأساوي، 2.5 مليون نسمة ينقصهم كل شيء، أكثر من مليون نسمة في رفح وهم أمام خطر ترحيل قسري، ترحيل جماعي إذا حصلت عملية عسكرية برية. وأقول أمامكم فرنسا تعارض بشدة وبشكل رسمي أي عمل عسكري ضد رفح. نحن نريد أن تتوقف العمليات العسكرية، وهذا ما نادى به مجلس الأمن في مشروع القرار، في القرار الذي صوت عليه الأسبوع الماضي، وصوت عليه فرنسا، وفرنسا ومصر والأردن سوف تستمر في العمل معا حول هذا الموضوع. أعتقد أن إسرائيل قادرة على السماح بدخول المساعدة الإنسانية إلى غزة بكميات كبيرة وبدون أي عقبات أو قيود. هذا ما تطالب به محكمة العدل الدولية اليوم، فتح كل المعابر البرية فورا وبدون أي شروط. وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أنه قد حان الوقت لوضع أسس لسلام دائم يحظى بتوافق عالمي واسع. للخروج من هذه الأزمة هناك حاجة لحل سياسي وهو معروف، حل الدولتين وهو الحل الوحيد القادر على ضمان الأمن والاستقرار للإسرائيليين والفلسطينيين. ويجب تفعيل كل ما من شأنه أن يسهل هذه العملية، وفرنسا تريد أن تلعب دورها وأن تبذل هذه الجهود أوروبيا وعالميا، وخاصة لمصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة برمتها. وهذا هو مغزى والمقصد المبادرة الفرنسية في مجلس الأمن. لقد آن الوقت لأن نضع بعد أسس سلام دائم وبالمعايير المعروفة والتي يجب أن تحظى اليوم بتوافق عالمي واسع. يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين، وواصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما استقبل العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود.
أكدت الصحة الفلسطينية أن هناك 107 من المرضى المحاصرين الذين تم تجميعهم في أحد مباني مجمع الشفاء الطبي المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أسبوعين في ظروف غير إنسانية دون ماء أو دواء أو كهرباء. وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن المحاصرين من بينهم 30 من المرضى المقعدين بالإضافة إلى 60 من الطواقم الطبية، لافتة إلى أن الاحتلال منع كل المحاولات لإجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية. وحذرت الصحة الفلسطينية من أن حياة هؤلاء المرضى في خطر محدق، داعية الجميع لتحرك عاجل لإنقاذ أرواحهم. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن آلاف المرضى في جميع قطاع غزة ما زالوا محرومين من الرعاية الصحية في الوقت الذي تعمل فيه 10 مستشفيات فقط بشكل محدود. وأضاف أدهانوم أن هناك حاجة ملحة لإجلاء حوالي 9000 مريض إلى الخارج للحصول على الخدمات الصحية المنقذة للحياة، بما في ذلك علاج السرطان والإصابات الناجمة عن القصف وغسيل الكلى وغيرها من الحالات المزمنة. استنكرت الخارجية الفلسطينية مطالبة عدد من الدول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتأمين حياتهم في حين تقوم بتزويد الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة. جاء ذلك تعقيبا على قرار الولايات المتحدة إرسال قذائف وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات إلى الاحتلال الإسرائيلي. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن ذلك يمثل تناقضا مبدئيا وأخلاقيا يكشف المستوى المتدني من جدية تلك المواقف. أبحرت سفينة ثانية محملة بالمساعدات من ميناء لارنكا في جزيرة قبرص نحو قطاع غزة. والسفينة جينيفر محملة بنحو 400 طن من المساعدات إلى غزة، وهي جزء من أسطول نظمته جمعيتان خيريتان هما وورلد سنترال كيتشن ومقرها الولايات المتحدة وجمعية أوبن أرمز الإسبانية. ذكرت مصادر فلسطينية أن صحفية استشهدت مع زوجها وأبنائها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في رفح الفلسطينية. كما أشارت المصادر إلى أن صحفيا فلسطينيا استشهد رميا بالرصاص في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ستواجه عجزا ماليا في ميزانيتها ما لم تستأنف الدول المانحة تمويلها. ورحبت المنظمة بإعلان عدد من الدول استئناف تمويلها للوكالة الأممية، داعية الدول المانحة إلى تواصل تعليق تمويلها، أن تحذو حذوها الدول التي استأنفت تمويلها، وأن تنخرط في عملية الاستثمار في التنمية البشرية ل 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في المنطقة، وفي المساهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة. شهد العديد من المدن والعواصم العالمية مسيرات دعم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في برلين ولندن وباريس وعدة مدن أوروبية دعما للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن تضامنه مع قوات اليونيفيل الدولية العاملة جنوب البلاد بعد الاستهداف الذي أصاب آلية تابعة لها ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى. وعبر ميقاتي عن إدانته لهذا الحادث الخطير، وفي سياق متصل شددت الخارجية اللبنانية على أن هذا الاعتداء المخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يأتي بعد سلسلة استهداف للصحفيين والمسعفين والأطفال والنساء وعدد كبير من المدنيين.
قال المتحدث باسم القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل إنه يجب توفير السلام والأمن لموظفي الأمم المتحدة، داعيا جميع الأطراف إلى وقف التبادل العنيف الحالي لإطلاق النار. وأوضحت اليونيفيل في بيان أنها لا تزال تحقق في مصدر الانفجار، مضيفة أن استهداف قوات حفظ السلام غير مقبول. أصيب 3 عناصر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل ومترجم لبناني جراء تعرضهم لقصف من مسيرة إسرائيلية جنوبي البلاد. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة تابعة لليونيفيل أثناء قيامها بدورية قرب بلدة رميش في القطاع الأوسط، مشيرة إلى أن طائرة مروحية تابعة لليونيفيل قامت بنقل الغرفة. أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية قصفت عدة مناطق في جنوبي البلاد خلال 24 ساعة الماضية. وذكر الجيش أن القوات الروسية أطلقت صواريخ باليستية وصواريخ موجهة على منطقتي خيرسون وميكولايف، وتم تدمير صاروخ واحد. كما أطلقت القوات الروسية من البحر الأسود صواريخ موجهة من طائرات تكتيكية على منشآت البنية التحتية في منطقة ميكولايف. قالت لجنة التحقيق الروسية المعنية بشأن الهجوم على قاعة مدينة كروكوس إن المحققين تعرفوا على هوية 134 شخصا لقوا حتفهم في هذا الهجوم. وقالت اللجنة إن المحققين يعملون مع المصابين ويستجوبونهم حول ملابسات هذه الجريمة، فيما تمكن التحقيق حاليا من تحديد هوية 134 شخصا قتلوا في الهجوم الإرهابي. كما تجري السلطات الاختبارات الجينية لجثث أخرى لم يتم التعرف عليها بعد. وقعت وزارة التنمية المحلية بروتوكول تعاون مع جمعية رسالة أحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر احتياجا وذوي الهمم بالمحافظات. وأشادت الوزارة بالدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أرض المحافظات، ودعم جهود الحكومة في العديد من المجالات المهمة وعلى رأسها مساعدة الأسر الأكثر احتياجا والأشخاص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة في العديد من القرى بالمحافظات. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قام متطوعو مؤسسة الجرحي بتنفيذ مبادرة لإفطار الصائمين المسافرين على طريق القاهرة الفيوم، حيث قاموا بتوزيع المئات من العصائر والوجبات الساخنة على السائقين والمسافرين من الركاب من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة شهر الخير لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في محافظة أسيوط. يأتي ذلك استكمالا لجهود التحالف الوطني في دعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية. نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية مجانية لأهالي قرية النوادرية بمحافظة دمياط، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 11 عيادة تخصصية، كل عيادة بها طبيب أو استشاري متخصص، بالإضافة إلى تحويلات الحالات الحرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإضافة لاستصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة. النهارده اليوم الثاني من قافله قريه النوادريه، والقريه هنا تبع المركز فرسكور ومستهدفه من القوافل العلاجيه لانها بينطبق عليها معايير اقامه القوافل انها بعيده عن المستشفيات المركزيه، فبالتالي بتعد قريه من القرى البعيده والمحرومه والحدوديه، وطبعا بتكون القريه هنا بعيده ومحرومه عن الخدمات الصحيه، فبالتالي بنستهدفها بالقوافل العلاجيه. بنقدم للمرضى هنا في المنطقه خدمات الكشف والعلاج كله بالمجان. ميزه القوافل ان هي بتوصل للمريض لحد عنده. دوره المريض
في القافلة بتبدأ من أول شباك التذاكر، المريض بيقطع تذكرة هناك بالتخصص اللي هو محتاج يكشف فيه وبيتوجه للعيادة، بيكون العيادة فيها الطبيب اللي موجود أخصائي أو استشاري. معانا طبعا فريق طبي على أعلى مستوى. نشكر سيادة الرئيس على ان هو بعت لنا قافلة طبية هنا في قرية النوادرية، والناس محتاجة على العلاج ومحتاجة الكشف، والبلد يعني بلد مناسبة زي رحت تنقل وهنا وهنا قبلهم لحد عندهم، والناس كلها كشفة وخريطة علاج والدنيا حلوة وتحاليل وأشعة وكل حاجة. مقدمين لنا كل خير ومقدمين لنا الأطباء المحترمين والكفيلة فيها جميع كل خيارات الكشف الملتزمة، عظام باطني عينين أذن، جميع كل التخصصات موجودة. والله احنا بنشكر سيادة الرئيس على المجهود اللي هو عامله ده، ويا ريت كل شهرين ثلاثة يجي لنا القافلة دي عشان القرية محتاجاها، والله حاجة حلوة قوي يعني، وبيصرفوا لنا علاج وكل حاجة يعني حلوة، ويا ريت تتكرر كل يوم كل شهرين ثلاثة يعني. نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية مجانية بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ لإجراء الكشف الطبي على أهل القرية والقرى المجاورة لها وصرف العلاج مجانا وإجراء التحاليل اللازمة بإحدى 10 عيادة متنوعة، كما تم تحويل عدد من المرضى للمستشفيات لاستكمال العلاج اللازم. النهاردة احنا بنشكر كل اللي قام على عمل هذه القافلة، لأن بصراحة جهد مشكور جدا 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 بدون أي مبالغة، هو جهد مشكور وبفضل الله وحده يعني كل من جه هنا كشف وكل من جه خد علاج، وما فيش أي تقصير خالص من أي حد سواء كان من موظف أو دكتور أو عامل أو أي حد خالص هنا. والحمد لله نقول لكم جزاكم الله خيرا، وبصراحة كل من ساهم في العمل ده بداية من رئيس الجمهورية إلى أقل عامل في الدولة جزاه الله خير، وبنقول لكم كل سنة طيبين وإن شاء الله اللي جاي أفضل. الناس كلها مبسوطة والله، كل بيكشف وبياخد علاج بالمجاني، والناس اللي في القافلة كلهم ناس محترمين وعلى يعني بص ما شاء الله بيتعاملوا مع الناس بأحسن معاملة، وأنا كشفت عن نفسي كشفت. طبعا أنا كانت رجلي وجعاني وجيت هنا، الدكاترة مشكورين وكشفوا علي ودينا علاج ولهم الشكر. الكشف هنا طبعا حاجة مشرفة جدا، وكشف كله مجاني والأطفال وكله كشف الحمد لله يعني، والناس التانية بصراحة عملوا معنا واجب وكتير بصراحة يعني. وصلنا القافلة الساعة حوالي 10:30 الصبح، ودخلنا كشفنا جلدية وبطنة لي أنا والأولاد، والناس تمام وقايمة بالواجب وما شاء الله يعني العلاج مجانا وما فيش أي تأثير في أي شيء. واقتصاديا، أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقيق إيرادات بلغت 5.3 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 54% مقارنة بالعام المالي السابق حتى فبراير 2023. وأضافت الهيئة أنه تم تحقيق صافي أرباح بقيمة 3.74 مليار جنيه بزيادة قدرها 57% عن أرباح فبراير 2023 والبالغة 2.380 مليار جنيه، لافتة إلى تنامي إيراد المشروعات والتعاقدات الجديدة بالمناطق الصناعية بشكل غير مسبوق، إلى جانب إيرادات الموانئ التابعة للهيئة، ما يمثل نجاحا لجهود الهيئة في جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة باستراتيجية الهيئة. تحت عنوان 25 دولة تتمتع بأجمل مناظر لغروب الشمس، أبرز موقع ياهو فاينانس قائمة تتضمن 25 دولة حول العالم تتميز بمناظر طبيعية خلابة لغروب الشمس والتي جاءت من بينها مصر. وأشار التقرير إلى أن ما تتميز به مصر من تاريخ عريق وآثار غنية ومقومات طبيعية خلابة تسهم في مشاهدة مناظر طبيعية ساحرة للحظات غروب الشمس بها، سواء نظرت إليه من أهرامات الجيزة المهيبة أو من على ضفاف نهر النيل بمياهه الهادئة، مؤكدا أن مشهد غروب الشمس في مصر يستحق المشاهدة.
ورياضيا، يلتقي نادي الزمالك مودرن فيوتشر غدا في ذهاب الدور الربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وستقام المباراة على استاد السلام على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين في 7 أبريل المقبل على استاد القاهرة. تعادل تشيلسي مع ضيفه بيرنلي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلى 40 نقطة في المركز 11، بينما رفع بيرنلي رصيده إلى 18 نقطة في المركز قبل الأخير. تغلب فريق توتنهام على لوتن تاون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، وبهذه النتيجة رفع فريق توتنهام رصيده للنقطة 56 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد لوتن تاون عند النقطة 22 في المركز 18. حقق باير ليفركوزن فوزا على ضيفه هوفنهايم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 27 من الدوري الألماني، وبهذا الفوز رفع ليفركوزن رصيده إلى 73 نقطة متربعا على صدارة الدوري بفارق 13 نقطة عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند 33 نقطة في المركز 9. وفي أخبار الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون الطقس ليلا وفي الصباح الباكر لطيفا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. مشاهدينا، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة احتياجات مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة. مدبولي يؤكد وصول تمويل من صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل ودفعة ثانية من اتفاق رأس الحكمة في مايو. ووزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا يدعون لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويعارضون أي هجوم على رفح الفلسطينية. لمزيد من الأخبار مشاهدينا، يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لطيب متابعتكم لنا، وإلى اللقاء.